استاذ تيمور انا سيبك انت تقول بقى يا ترى انت ايه حكايه الصفحه بتاعتك الاول. اولا بس تعليقا على حكايه اللي هي انا عامل تقريبا 170 الف في 7 ايام على الفيسبوك من تقريبا في 7 ايام من ساعه ما بدات يعني انفذ الفكره فعلا على ارض الواقع. قدامنا بالظبط شهر وتبقى مليون ان شاء الله باذن الله بالشغل اللي انا عامله في الصفحه. يعني ان شاء الله هتبقى كمان شهر قبل بس ما توصل للناس. فقدامي يعني شهر بالكتير ان شاء الله وهتوصل مليون لان انا المطاحين معايا ربنا معاك وتوصل كمان ل 3 مليون. بس انت مطحون اللي بيتفرج عليك دلوقتي مطحون مطحون ليه؟ مش باين عليك طحنه. لا هقول لحضرتك هي انا كنت في التقرير برضو اتكلمت مع لميس في نقطه الطحنه ديت. هو ان الراجل يعني طول الوقت تحت ضغوط كتير جدا سواء كانت في حياته العمليه في الشغل بتاعه. هو مطحون المفروض يرجع البيت اللي هو السكن يعني السكينه. فهل المفهوم ده موجود عند المراه اللي هو السكينه وراحه البال في البيت موجوده ولا لا؟ لا اكتشفت ان في الواقع ان الانسان اللي هو او الراجل عامه اللي بيشتغل ومتجوز في نفس الوقت هو مطحون ما بين البيت وما بين الشغل. بيرجع من الشغل المفروض يلاقي بقى الراحه والهدوء والسكينه اللي هي لا يعني لا أنا فيها راحه الراحه. بص يلاقي بقى يصطدم بمشاكل كتير جدا يعني على ارض الواقع. طلبات بقى الحاح زن شك حاجات البيت اليوميه اللي بتبوظ. يعني قلت كلمة شك لفتت نظري. شك في ايه؟ تصرفاتهم اكيد. انك انت غير الستات عامة انك مش مخلص يعني؟ الستات عامة بطبيعة الحال اللي هم ربات البيوت اللي بيقعدوا في البيت اصلا في لحد كبير عندهم حالة من عدم الثقة في النفس بتؤدي بيهم الى ان هم يعني الراجل بيخرج بره البيت بيقابل ناس بيحتك مع ستات كتير مختلفين برضو له منافذ اخرى للتعارف زي الفيسبوك مثلا او كده. فبالتالي هي حاسه ان هي دورها في الحياه بيكون في حجم معين او ليها دور معين في الحياه وده بيخلي عندها بقى حاجه زي بتدافع بقى عن جوزها دوت اللي هو ممكن تحس ان هو يطير منها في اي وقت وكده. فده بيبقى بيظهر في صوره الشكل بيبقى مبالغ فيه بتغير عليك وبتحبك يا اخي. بس ما اظنش انها كده. اتفهم ان هي يعني في حيز الغيره استطيع ان هتردي يا مدام هتردي لكن انا بتكلم في ايه بتكلم في الغيره على كله. يبقى الموضوع اكستريم يعني اللي هو يتحول الى حاله ان يبقى في الاوبسيشن بقى اللي هو انت رحت فين وجيت منين وقعدت مع مين واتكلمت مع مين ويك ويك والحكايات بقى دي. فده يعني انت بتتكلم على الغيره اللي هي زياده عن الحد مش الغيره الصحيه. لا يعني اي شيء اللي الوسط منه كويس وده بيخليك برضو بيضيف لاعبائك اللي بيخليك توصف نفسك بانك مطحون تمام نفسيا. نفسيا يعني لان هنا الضغط بقى مش فكره ماديات او احتياجات منزليه او احتياجات جسديه بقى في ضغط نفسي. تخيل حضرتك النهارده بتخش يعني الست تعالى نوصف كده حضرتك اليوم بتاع الست بيبقى ماشي ازاي. حضرتك الست بتصحى الساعه 12 11 تقوم حضرتك تعمل الملايه كده ظبطت السرير تخش الحمام تغسل وشها وبتتعب جدا بصراحه. والنبي بتعمل الملايه ازاي؟ بتعملها كده كده حضرتك والله كلام الموضوع بقى صعب يعني. لا 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 على فكره تخيلاتك صعبه قوي. لا انا ما بتكلمش عن نفسي انا بتكلم ان جنرال يعني لا 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 بس بجد تخيلك لا 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 ملوش اي علاقه بالواقع جدا. انا هسال مدام رؤى بعد شويه هي بتعمل الملايه ازاي. لا كده بيقول لك استنى فاهم حضرتك تتعب بقى وتنهج وهي بتاخد بقى الغسيل من السبت تحطه في الغساله الاوتوماتيك تتعب اوتوماتيك وبعدين دوست الزرار مشكله ممكن ضوافر تتكسر فيها دي طبعا فيها فيها مشاكل. لا دي كده حضرتك هي طبعا طب والطبيخ بتغسل تروح على المطبخ تعمل الفطار كوبايه وطبق تغسلهم عملت شغل البيت. حضرتك بعد كده تخش على اوضه النوم قدامها 30 40 ريموت كنترول وتبتدي تلف كعب داير على جميع القنوات والشيف مدبولي والشيف حسين والشيف مش عارف ايه تتفرج على كل القنوات ثم بعد ذلك يجي ميعاد الغداء. طيب تخش المطبخ تعمل ايه بعد ما شافت اللازانيا والمازانيا والبستليكي في الهورايزن؟ ايوه تخش حضرتك المطبخ اتقل بس
تخش حضرتك المطبخ تعمل مكرونه وبفتيك او مكرونه وبانيه الاسهل وساعات في معظم الاحوال بيبقى اندومي الحاجات اللي هي ايه اللايت الخفيفه يعني عايز بتتعب يا باشا بتتعب دلع والله بتتعب رفاهيه والله بيتعبوا والله بيتعبوا طيب ثانيه واحده خش عليها انت هتكمل لي اليوم بتاع الست بقى.